صائم حقن بأربعين سي سي من مادة علاجية بغرض الكشف على الكلى، هل يفسد صومه؟ تقدم معنا الكلام أيها الإخوة الكرام في أن الحقن غير مفطرة إلا إذا كانت مغذية، الحقن الوريدية أو العضلية أو الشرجية غير مفطرة، وإنما المفطر الحقن المغذية التي تقوم مقام الطعام والشراب، أما هذه فليست مغذية إنما هي علاجية، إنما هي علاجية. نعم. يقول أنس ثم إنها كانت عن غير طريق المنفذ يعني المعتاد.